كرة ملعوبة الآن في الجهة اليسرى، سالم مع ياسر، سالم يمر، سالم يلعب العرضية قادم من الخلف الآن للشلهوب، فرصة حقيقية الآن شلهوب، امكانات الله الله ياسر، جول 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 الله الله ياسر الوسني، ياسر الوسني بقرار ياسر يسجل وسني، وقرار ياسر يسجل وسني اعتراضات، لكن الجول خلاص، الجول جاء لهداف الدوري السعودي، هداف دوري زين الآن اللي يسجل هدف السابع وسني لوبيز، والله صفقة، والله لاعب ما شاء الله، شوف الكرة بقرار وما يأتي بتوجيه ياسر لوسني لوبيز، والكرة شوف الكرة ملعوبة في المرمى، لكن تابع اعتراضات على أنه ممكن فيها التسلل، لكن تراجع لاعبي الشعلة أبطل فكرة التسلل، شوف الإعادة مرة ثانية، يعني عمل كبير جدا من شلهوب، شوف كيف أكل المدافع بطريقة ممتازة، المدافع والحارس كلهم راح يكون فيها أحاديث وأقاويل، لكن هذه اللقطة شوف 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 شلهوب، شوف شلهوب ما شاء الله أكل اللاعب تماما، خلق الفرصة من مواجهة دفاعية.